قبل ما نبدأ بالتفسير نعطي ملاحظات على بعض الأمور. ملاحظات أولا لها علاقة بالواقع ثم ندخل في التفسير. في زمن غير بعيد كان تقريبا العالم العربي كله محتل من قبل جيوش الغرب، شيك الشمال المغربي، مصر، شيك فلسطين وبلاد الشام، العراق، كلها كانت محتلة من قبل ما سمي بالاستعمار الغربي. بعدين تطورت الحياة، تطورت الحياة بحيث أصبح ما في مجال إنه الاستعمار يسيطر، فاستبدل وسائل جديدة، ما عادش قادر الاستعمار إنه يبسط نفوذه العسكري على بلاد مختلفة، لأنه الشعوب لما بصير في عندها وعي صعب يكون في سيطرة عليها، خصوصا سيطرة عسكرية. بريطانيا مثلا كانت إمبراطورية هائلة وتسيطر على مساحات هائلة في العالم، لكن اليوم بريطانيا مش قادرة تسيطر على إيرلندا. بريطانيا اللي كانت مسيطرة على الهند ومسيطرة على بلاد كثيرة جدا وإمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، اليوم متمشكلة في الداخل، في الداخل إيرلندا. هل بيستطيع الاستعمار القديم انه يرجع بقوة السلاح؟ ما عادش وارد هذا، ما عادش وارد. ومنعطيكم مثال بسيط، اسرائيل، اسرائيل في مساحات ضيقة جدا، قديش هي الضفة الغربية مثلا؟ 5000 كيلومتر مربع كلها على بعض وشوي، ماشي. ودولة تعد من 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 اقوى دول الشرق الاوسط، او اقوى دولة في الشرق الاوسط قد تكون، هيك بزعموا، ويا دوب تسيطر. يعني انت بتستغرب كيف نابليون زمان لما اجى على مصر بكم الف جندي سيطر على مصر، شيء عجيب. طب ما هم لما يمشوا جنوده، يمشوا جنوده مشي في الصحراء بضيعوا، كيف سيطر على مصر؟ كيف سيطر على مصر بأكم ألف جندي؟ طب اليوم عشرات آلاف الجنود يا دوب بيسيطروا على مدينة. ما شفتوش قضية الشيشان وغروزني ودولة، دولة عظمى زي روسيا أشهر طويلة ولحد الآن مش مسيطرين، ولحد الآن مش مسيطرين. طب كيف نابليون بمجرد ما نزل وأكم موقع هيك في خلاص سيطر؟ إذن الناس، إذن الناس كانت مهيئة لهالكلام، لكن اتطورت الأمور كثير. أسلوب القديم، الأسلوب القديم في السيطرة انتهى، فيش مجال اليوم تسيطر على أمم. لذلك قد ما يكون في قوة عسكرية الآن، على فكرة قد ما يكون في قوة عسكرية، أكثر الدول العظمى بس بتستخدمها لإيش؟ للتهويب. لكن عند الواقع إذا بيكون في تحدي وصمود حقيقي بيكتشفوا ان الامور فيش امكانية. اذا بتطور الحياة كثير من الحقائق بتتغير، تطور الحياة كثير من الحقائق بتتغير. وبدناش طالما ذكرنا نابليون ننسى، بدناش ننسى انه نابليون اللي لما نزل على مصر، البلد اللي هي مليون كيلومتر مربع، مليون كيلومتر مربع، في النهاية انهزم امام عكا. اللي سيطر على مصر انهزم امام عكا، ما قدرش يفتح مدينة عكا. والجيوش الفلسطينية غير المنظمة اللي كان اسلحتها بدائية في البر ايضا استطاعت انها تهزمه في اكثر من معركة لنابليون لما قرر. ولذلك كانت هزيمته في فلسطين هزيمته في اوروبا. يعني هو انهزم في فلسطين فانهزم في مصر فانهزم في أوروبا.
وين كان وين فلسطين بالنسبة لمصر؟ لما بتيجي بتدرس في ذاك الوقت كيف كانت الناس ومستواها وبدائيتها إلى آخره. طب اليوم الناس كما قلنا بالوعي، وأصبح اليوم الحدود مفتوحة، وأصبح أي دولة تقرر تستطيع أن تمتلك الأسلحة الفتاكة. اليوم بلد زي الولايات المتحدة ليش هي بتفكر في موضوع المضاد للصواريخ، صواريخ مضادة للصواريخ؟ لأنها فاهم اليوم أمريكا أنه أبسط دولة اليوم تستطيع أن تمتلك صواريخ بتوصل أمريكا، وممكن توصل بنووي. يعني الفارق أصبح اليوم ببساطة ممكن تجسره أنت. إذا هم عندهم ملايين الجنود ووسائل حربية هائلة، اليوم صارت دول بسيطة زي بعض دول جنوب شرق آسيا ومنها الباكستان كمان بتمتلك صواريخ توصل لأمريكا نووي، وهي دول فقيرة. صاروا يفكروا الآن بمضاد نووي. طب ممتاز، لكن تطور العلم وتطور الواقع عم بفرض حقائق على الأرض، عم بفرض حقائق على الأرض. من ضمن هذه الحقائق إنه الجواسيس الموجودين الآن بيحكموا في العالم العربي والإسلامي قديش راح يقدروا يصمدوا مع تطور هذا الواقع. في متغيرات، إذن يجب أن نفهم إنه الغرب يخاف خوف شديد من البلاد العربية والإسلامية ومنطقة الشرق الأوسط، وكل المحاولات اللي بتشوفوها أنتم وهي محاولات بتدل على أنه بيفقد أعصابه، لأنه بيشعر أنه بيفقد السيطرة شيء فشيء، وتماما من خلال دراساته فاهم تماما وين راح توصل الأمور، فاهم. وهذه القضية ياما بحثناها من زوايا مختلفة، من زوايا مختلفة. لكن بدي ألفت الانتباه أنه المرة في الدرس الماضي لما ذكرنا أنه إحنا دليل على أنه لا نزال نفقد ثقتنا بأنفسنا وقدرتنا على حل مشاكلنا لأننا فاقدين ثقة بالنفس لا نزال، وبدنا الحل من برا، دائما منظلنا تايهين بين نجح بوش ولا كلينتون، نجح باراك ولا شو معنى هالكلام؟ معناته مش عم لحد الآن ما وصلناش للدرجة اللي نعرف انه احنا الحل عنا نحن. ايش بده يفرق بوش عن كلينتون؟ شو بده يفرق يعني فيش؟ يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم. انتم بتشوفوا منهم اكثر من قضية يرضونكم بأفواههم، بتشوفوا اكثر منها. وسبحان الله بس قال واحد فيهم يقول تصريح الناس قال بتصير تحلل، والله شفتها وهي سياسات اختلفت وكل شيء تمام، بس تصريح ولا في أسهل منه. قالوا بنصير ندور عن ظلال التصريح وشو وراه وشو كان، ليش مندور قاعدين نحن؟ لأنه يبدو فاقدين ثقتنا بأنفسنا، مش عارفين إنه الحل بإيدنا، مش عارفين إنهم هم خايفين أصلا منا، مش عارفين إنه هم عارفين أكثر منا قدراتنا وطاقاتنا. المسألة قرار، بس قرار تقرر هالشعوب إنها بدها تحل المشكلة بتحلها. الشعوب مش الجواسيس مش الحكومات الخائنة، لا الشعوب تقرر بس وتبدأ تفكر كيف بتحل مشاكلها ببساطة. يرضونكم بأفواههم، مجرد تصريح بسيط خلاص بنرضى نحن. وتعبى قلوبهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولن ترضى، افهموها. لكن في المقابل نذكركم انه لما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الله سبحانه وتعالى طلبات، الطلب الاول أن بدون ترتيب مش قضية، الطلب الاول ان لا تجتث هذه الامة من عدو، ان لا تجتث هذه الامة من عدو، فاستجيب. هذا الطلب استجيب للرسول صلى الله عليه وسلم، الامة هاي لا تجتث.